مستمرين مع احدث طرازات هيونداي مشاهدينا، وعم نشوف اليوم طراز رياضي مميز جدا، طراز الجينيسيس الكوبي. ومعنا تروس ديميرجان شورو مانجر لفيردان بسنتشوري موتور كومباني، وكلاء هيونداي بطبيعه الحال بلبنان. تروس، هاي جورج، مش اول مره معنا باوتوفوكس ايضا أكيد. وكمان اسم الله معلوماتك كثير كبيره خاصه بالسيارات الرياضيه. ثانك يو. بهيونداي واليوم سياره سوبر سبيشال، سوبر رياضيه كمان بشكلها، بمحرك نشيط جدا. نعرف تروس انه بالطراز الجديد من الجينيسيس 2015 اللي معنا هناك تعديلات طرأت، وهي ابرزها. ابرزها اول شيء اذا بدنا نحكي عن الجينيسيس كوب، عم نحكي سياره كوبي الستاندرد يلي بيجي بالسيارات الكوبي، يعني بدك تاخذ موتور قدام رير ويل درايف، والسيريه اللي نحن عارضينها هلا هون و 2.0 لتر انجن توربو بتولد 265 حصان. هون كمان شغلة كتير لافتة انه بمحرك 2.0 عم نوصل لقوة 265 صام، هاي شغلة كتير مهمة بهالسيارة. بدي زيد على معلوماتك كمان جورج، هيدي الموتور معمول بطريقة فيك تعملها تيونينج، فيك توصلها ل 550 حصان كمان يلي محبي السرعة. نعم، يعني فيك تطلع 265 لل 550 حصان. والتيونينج موجود بسنتشوري موتور كومباني. فيك تعملها عنه، فيك تعملها كمان الكتف، فيك تجيب تعملها برا، كله بينعمل على الجينيسيس الكوب. نعم، هلا جينيسيس الكوب هي هذا الكرويل 2015 اللي عندنا نحن هون، اجى شوية تعديلات اكسترا اوبشنز بقلبها، منهم اهم شيء رير كام عم تجي بقلب السياره، صار فيها نافيجيشن سيستم مع تاتش سكرين، يعني زاد لها كثير لوكسري للسياره، رغم انه هي سياره رياضيه، وعلما انه سيارات رياضيه ما فيهم هالامور. صار زياده كمان جاي فيها البوش بوتن، يعني بدك تطلع بقلب السياره مش ضروري كل مره تفتح الباب بالمفتاح او شيء دغري تطلع. يلا خلينا نشوف مازال السياره صارت الى جنبنا كمان مثل ما ذكرنا بسهوله تامه ومن دون المفتاح. اول ما تفتح الباب اصلا جورج بدك تشوف الفرش الاحمر يلي موجود بقلبها يلي بتعطيها طابع رياضي زياده. عم نشوف جانت السياره هون تروس، دي حجمه قبل ما نحكي عن الداخل. ال 2.0 لتر توربو الجينيسيس تجي جنوطها 18، وعم داخل عم نشوف. خلينا نحكي، خلينا نعمل انفاسيز على الفيتاس اللي تجي تيبترونيك 8 جيرز، يعني بقوة. نعم. مثل هاي بدك فيتاس كتير قوي، شيفترونيك كمان فيك حتبتها سبور مود. عم بتشوف الفرش الأحمر اللي بتعطيها طابع رياضي مع الريكارو سيتي اللي جاي، لأنه كنت وقت بتسوق سيارة كوبي بدك تكون قاعد بقلبها، بدك تكون أنت كوري أم مع السيارة شقفة واحدة، بدك يكونوا مش بس سبور، في عندك الاكسترا لوكسري اللي موجود بقلب السياره. عندنا كمان الفيتاس بادل شيفت من خلف المقود 100% بتغير، في عندك التري جوجز اللي موجودين على بالسنتر فيشه تبع السياره بتفرجيك ضغط المي. نعم. والبطاريه. نعم. والزيت اكيد ستاندرد، بيجوا 2 اير باك، فريمتها اي بي اس لهيك سرعه تقدر توقفها. اكيد ما بدنا نحكي الاشياء الستاندرد اللي موجودين زي سكاروا في المركزي، اكيد عم بتشوف الدعسات السياره بيجوا كروم كمان للطابع الرياضي اكثر، ديركسيونها جلد، اكيد اي اس بي موجود كرمال التراكشن كنترول للسياره، هول موجودين، اكيد اي سي كليماترونيك تجي بقلبها. يعني فعلا الحلو بهالجينيسيس الكوب انه عم تجمع بين اللكجري والسياره الرياضيه السوبر رياضيه كمان، وهذا الشيء قليل نشوفه بالسيارات الرياضيه تروس، حتى بافخم السيارات. فعلا شغله ملفته جدا بالسياره، وحتى كنت عم اقول لك على شغله دي الحديد دي سيف السياره، دي الباب ثقيل، لما نسكر الباب نعرف فعلا دي الهيونداي عم تشتغل على السيفتي خاصه بالسيارات السريعه مثل الجينيسيس. لانه جورج وقت بتشتري انت هيك سياره كل اللاين اب تبع هيونداي، مش بس انت عم بتشوف الشيب من برا الجميل، بكل باب عندنا نحن تو بارز، لا سمح الله لا صار في اكسيدون من الجنب، سياره ثانيه ما لازم تفوت لجوا، كرمال هذا كله حمايه بتكون للسيء اللي قاعد بقلب. بعد ما انا وقت قليل بدنا نحكي شوي عن الشكل الرائع اللي عم نشوفه على الكاميرا. هذا الشكل اللي عم نشوفه قدام هو هذا الستاندرد للهيونداي اللي هو الكالندر، بيجي اكزاجونال شيب مع الايجل ايز مع الليد لايت اللي بتجي للفوق لايت من تحت. فعلا حتى فتحات هوا هيك موجودين هون بشكل اعطينا ديزاين كثير حلو مع الفتحه على السقف اللي كمان ستاندرد بتجي بقلب السياره. صحيح. سعره تروس عم بيكون كثير ممتاز بالنسبه للستاندرد، هاي ستاندرد الموجود فيها. مثل ما قلنا اول حلقه، بما انه هيدي كروي 2015 جاي فيها الاوبشنات الزياده الاكسترا اللي جايين فيها، سعره مسجله خالصه، هيدا السيريا اللي عدينا هون ب 42500 انكلودينج في اي تي وريجستريشن، مع انه نحن الجينيسيس بتبلش ستارتنج برايس 33000. نعم، بس عم نحكي الفول اوبشن اللي معنا اليوم باوتو فوكس. يس، هيدا هو غير 2.0 كمان
ساعتها اللي بدكم فيكم تنزل على الشوروم في عنا نحن 3.8 V6 engine كمان هذيك لهواة السيارات السريعة مثل ما بنقول إنه بومبا وإن بومبينات في نشوفوا هذيك كمان والأوبسونات اللي بقلبها كمان. بدي أذكر كمان جورج إنه نحن الهيونداي عنا 24 فرع وين ما كانوا الزبونات في ينزل على أقرب فرع يشوفوا السيارة وأهم شيء فيهم يعملوا تست درايف السيارة ونحن وكمان هيونداي كمان موزعة بكل المناطق للسيرفيس من بعد البيع أكيد كيفوز. هيدا صار شعارنا نحن 24/7 عندنا السيرفيس الليت نايت شيفت الساعة 7 بتروح بتحط سيارتك تاني نهار الصبح ساعتها في عندنا الموبايل جاراج كمان في يجوا قدام البيت قدام المكتب بيعملوا لها تريد شكرا تروس على كل هالإنفوز مشاهدينا wheelers.me بذكركم دائما تفوتوا على الويب سايت تشوفوا كل السيارات اللي عم تشوفوها بأوتوفوكيوس تعرفوا سعرها تعملوا مقارنة بينها وبين غيرها إذا بدكم سيارة SUV سيارة عادية كله موجود wheelers.me بسعر وبزر كثير هين إن كان على الموبايل أو على الكمبيوتر إلى اللقاء.